ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول سيد ماهر شاويش عضو الهيئة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارجي. مرحبا بك سيد ماهر. بداية، الاحتلال الصهيوني تمكن من اغتيال منفذ عملية سلفيت، ما تأثير ذلك في التوتر داخل الأراضي المحتلة وكيف تقيم موقف السلطة الفلسطينية؟ لا، حياكم الله اخي الكريم. بداية الرحمة لروح الشهيد والشهيدين الشابين الذين قضينا معه ايضا في هذه العمليه. هذه العمليه البطوليه بحق حقيقه، وهذه العمليه لابد ان نقف عند اهميتها، لانه حقيقه تكتسب اهميه خاصه من حيث السياق والتوقيت والزمان والمكان الذي جرت فيه. وهذه العمليه حقيقه لا شك انها اكدت المؤكد لدى ابناء شعبنا الفلسطيني، واكدت ان شعبنا الفلسطيني بوصلته بوصله واضحه باتجاه العدو، وعدو واحد هو هذا العدو الصهيوني. ولو دخلنا ايضا في ملابسات وحيثيات هذه العمليه كما جاءت في تقريركم لوجدنا ان هناك حقيقه لا شك توفيق من رب العالمين، وايضا هناك اتقان وبراعه وابداع من هذا الشاب الشهيد، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبله. لكن المخجل حقيقه هو فيما ساجيب عليه في الشق الثاني من سؤالك حول حقيقه موقف السلطه الفلسطينيه. لا يمكن ان ننفي بشكل، يعني لا يمكن الا ان نقول بانه حقيقه السلطه الفلسطينيه كانت ضالعه من حيث يعني الجهود التي بذلتها في قضيه التنسيق الامني من اجل استشهاد هذا المقاوم وتصفيه هذا المقاوم البطل. ولذلك نحن حقيقه يعني هذا الشكر الذي ارسله احد قيادي الاستخبارات الصهيونيه لرئيس المخابرات العامه ماجد فرج، هذا الشكر حقيقه سيبقى بصمه عار في جميل هذا الرجل وفي جميل كل اجهزه الامن الاستخباراتيه لدى السلطه التي حقيقه تقدس هذا التنسيق الامني والتي تقدم خدمات مجانيه واوراق اعتماد لهذا العدو الصهيوني. وسنبقى نعاني حقيقه من اثار هذا التنسيق الامني ما دام هذا التنسيق الامني مستمر، لانه حقيقه هو الذي يجلب الوبال ويجلب العار على ابناء شعبنا الفلسطيني. ايضا توقيت العمليه ووقعها على الاحتلال يبدو انه كان شديدا، كيف ستكون برايك رده فعل الصهاينه تجاه المقدسيين بعد هذا العمل؟ هو اصلا من دون شك شكلت هذه العمليه مفاجاه لهم، وايضا حقيقه شكلت هذه العمليه مفاجاه لكل الراي العام بشكل واضح، لانه كانت كل الانظار تتجه باتجاه ما يجري في قطاع غزه بهذا الحراك الذي كان يجري في قطاع غزه. وكان هناك حقيقه في الفتره والفجوات الاخيره هناك تسويق لفكره ان المقاومه، ان يعني حركات المقاومه يعني تخلت عن المقاومه وذهبت باتجاه منحى المقاومه الشعبيه. لا، جاءت كل عمليات الضفه سواء عمليه الشهيد عمر او قبل عمليه الشهيد صالح وشهيد احمد جرار، كل العمليات تؤكد بانه حقيقه لا يزال يعني منهج الكفاح المسلح ومنهج الكفاح العسكري ومنهج المقاومه العسكريه هو احد خيارات ابناء شعبنا واحد خيارات الاجنحه العسكريه لكل الاجنحه المقاومه لكل فصائل ابناء شعبنا الفلسطيني. وبالتالي بدون شك كما قلت في البدايه كانت العمليه وقحه مفاجئ في تقنيتها في ترتيبها في كل الياتها وحيثياتها، وهم شبهوه برامبو. ونحن نقول يعني حقيقه هو 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 عمل بطولي، ونحن نشبهه حقيقه ليس باسطوراتهم وبما يمثلون، انما نشبهه حقيقه بابطال صناديد من ايام من عصر النبوه وعصر الصحابه، وايضا بابطال من ابطال العصر الحديث كما جرى مع الشهيد احمد جرار والشهيد البرغوثي. ايضا بحسب الانباء هناك مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينه البيره، هل نحن امام تصعيد جديد في الضفه قد يؤدي في لحظه ما ويتطور الى انتفاضه؟ انا اعتقد كل الخيارات امام ابناء شعبنا الفلسطيني مفتوحه، ويجب ان تبقى مفتوحه حقيقه، ويجب ان لا نستثني اي خيار من الخيارات. وهذا العدو يجب ان يفهم وتصل رساله واضحه، هذه الارض هي ارضنا، وهذه الارض هي ملك للشعب الفلسطيني، وهي ايضا ملك لكل الامه العربيه والاسلاميه ووقف اسلامي ووقف لكل هذه الامه العربيه والاسلاميه. وبالتالي نحن لن نتخلى عن اي خيار، وستبقى كل الخيارات مفتوحه. وهذا الشاب الذي عمره 16 سنه، للعلم عمر هذا الشاب يؤكد على ان كل مسيره التسويه التي جاءت خلال ربع القرن الماضي هي عمليا هذه المسيره كلها شطبها شعبنا الفلسطيني، ولا يريد منها شيء ولا يعتبرها خيار، وانما خيار ابناء شعبنا الفلسطيني هو الخيار الذي جسده
عمر بدمائه وجسده احمد جرار ومن قبله والد احمد جرار وجسده ايضا الشهيد البرغوثي وسيجسده كل ابناء شعبنا الفلسطيني الذين يؤمنون ويقتنعون تماما بخيار المقاومه سواء كانت المقاومه الشعبيه او المقاومه المسلحه ولكن يبقى التوقيت ويبقى الساعه التي يتم اختيار نوع هذه المقاومه ونوع هذا الخيار الذي حقيقه يعني يصيب العدو في مقتل. هيئة مقدسية لنصرة الأقصى حذرت من اقتحام المسجد الأقصى المبارك في ما يسمى عيد المساخر العبري، ما الرسائل المراد إيصالها من استمرار انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك؟ هذه الانتهاكات هي ليست انتهاكات جديدة، هي قديمة جديدة حقيقة، وهناك أصلا مشروع لتقسيم المسجد الأقصى المبارك وهم موظوف فيه مشروع تقسيم المكارم والزوالي للمسجد الأقصى وعمليات التهويد وعمليات تغيير هوية المسجد الأقصى وحتى هوية مدينة القدس ككل، وأيضا تغيير حتى أسماء القرى الفلسطينية وهوية القرى الفلسطينية، وأيضا العبث حتى في التراث والفلكلور والموروث الشعب الفلسطيني، هذه كلها عمليات جارية على قدم وساق، هي عمليات ليست جديدة وإنما هي عمليات قديمة جديدة كما قلت. ولكنها تطورت حقيقة، كيف نتصدى لكل هذا لكل هذه العمليات سواء الاستيطان أو الاجتياح أو التهويد أو حتى كل عمليات يعني الأسرى التي تتم في كل بقاع فلسطين المحتلة. يجب أن نكون حقيقة يعني موقنين تماما بأنه الخطوة الأساسية حتى نتصدى لكل هذه التحديات في الداخل والخارج الفلسطيني هي الوحدة الوطنية، ويجب أن يقتنع كل سياسي فلسطيني ويجب أن تصل سياسة يعني رسالة واضحة إلى صانع القرار الفلسطيني أن أبناء شعبنا الفلسطيني يؤيدون خيار المقاومة، يؤيدون خيار المقاومة الشعبية، يؤيدون الوحدة الوطنية، وعلى قيادة الشعب الفلسطيني أن تنسجم مع خيارات أبناء الشعب الفلسطيني. يعني كيف ترى إذا موقف فصائل المقاومة الفلسطينية؟ ما المتوافر بيدها لصد هذا التصعيد الصهيوني ضد المقدسات الإسلامية والأقصى المبارك تحديدا؟ هناك حاجة حقيقة لأن تفعل كل الخيارات تجاه هذه الهجمة الشرسة. فصائل العمل الوطني لديها خيارات عسكرية وخيارات شعبية، أيضا مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تكون حاضرة، النقابات والاتحادات وكل الأطر الشعبية، ويجب حقيقة أن لا نسقط أي نوع من الخيارات، ويجب أن يكون كل أبناء شعبنا الفلسطيني حاضرين في هذه المواجهة، لأنه حقيقة المستهدف هو ثوابت وركائز أساسية في القضية الفلسطينية. لو لاحظت أخي الكريم في الفترة الأخيرة هناك استهداف لقضية اللاجئين، استهداف لقضية القدس، والآن هناك حقيقة محاولة لضرب وحدة أبناء شعبنا الفلسطيني في الحركة الأسيرة كما يجري في سجون المحتلة. هناك حقيقة ضرب لركائز كل هذه القضية الفلسطينية حتى يفرغوا هذه القضية الفلسطينية من ثوابتها ومن ركائزها ويسير مشروعهم في صفقة القرار إلى المعالي الذي يريده. شكرا جزيلا لك من اسطنبول ماهر شاويش، عضو الهيئة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارج.